السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول الثانوي، وبرضه بقول طلاب الصف الثاني الثانوي، وممكن برضه طلاب الصف الثالث الثانوي. عندنا طبعا يا جماعة تدريب على سؤال الترجمة تشويس. نشكر طبعا كتاب المعاصر انه قام طبعا بإعداد ملف PDF على الإنترنت. تدريب طبعا زي ما شايفين اهوت على سؤال الترجمة من نظام الاختيار المتعدد، حتى طبعا يتم الاستعداد للامتحان حسب المواصفات الجديدة. طبعا هو عامله من سنة أولى ثانوي، بس أنا برضو بقول ممكن طلاب الصف الثاني الثانوي يستفيدوا منه برضو. Everybody should have a goal in their life. طبعا choose the correct Arabic translation from A, B, C or D. Everybody should have a goal in their life. It's also important to do our best to achieve our goals. بص، يجب أن يكون لكل شخص هدف، مش مرمى. يبقى نحذف طبعا رقم بي، لأن الجول هنا يقصد بيه إيه؟ هدف في الحياة، مش هدف اللي هو الشبكة يعني. وهي مهمة أيضا. It is also important to do our best to achieve our goals. يبقى يجب أن يكون لكل شخص هدف في حياته، ومن المهم فقط أن نبذل قصارى جهودنا لتحقيق هدفنا. من المهم أيضا أن نبذل قصارى جهودنا لتحقيق أهدافنا. في آخر جملة مكتوبة من المهم فقط، طبعا مش هينفع، يبقى نحذف بي ودي، يبقى الحل من ألف وجيم. يجب أن يكون لكل شخص هدف في حياته، وهي مهمة أيضا أن نبذل قصارى جهودنا لتحقيق أهدافنا. ولا من المهم أيضا It is also important. المهم أيضا أن نبذل قصارى جهودنا لتحقيق أهدافنا، يبقى الحل الصح رقم جيم. الجملة الثانية. Dreams do not come true by luck or by themselves. One needs to fight to achieve their goal. في كل اختيارات الأحلام don't come true يعني لا تتحقق بالحظ أو من تلقاء نفسها. فالمرأة تحتاج، مش هينفع طبعا المرأة، والمرء. إذن عندي جيم وده اللي لمحت كلمة فالمرأة، هي مش المرأة يا جماعة، وان يعني المرء. الحل من ألف وبه، نفرق كده. الأحلام لا تتحقق بالحظ أو من تلقاء نفسها، فالمرء يحتاج للقتال لتحقيق أهدافه. طب رقم بي، الأحلام لا تتحقق بالفرصة. خد بالك إن كلمة لك هنا مش معناها الفرصة، معناها الحظ، ضربة حظ يعني هنا، ولد الصدفة يعني. الحل الصح الأحلام لا تتحقق بالحظ أو من تلقاء نفسها، فالمرء يحتاج للقتال لتحقيق هدفه. طب الجملة الثالثة يا جماعة كده. When we face a problem we may need others to lend us a hand. That's why we must support others whenever they need help. عندما نواجه مشكلة. طب ما بدأ الجملة بالتانية، قال لك we may need others to lend us a hand. قد لا نحتاج ولا نحتاج إلى، ممكن نحتاج. إذا مش أنا حذف طبعا رقم كام يا جماعة؟ رقم بيدي نشيلها خالص. طب بص الألف وجيم دل كده. قد تحتاج إلى مساعدة الآخرين لنا، مش ماشي. قد تحتاج إلى مساعدة الآخرين لنا. When we face a problem we may need others to lend us. إحنا محتاجين الآخرين هم اللي يساعدونا. عندما تواجه مشكلة، عندما تواجه مشكلة. طب that's why we must support others. لهذا السبب يجب علينا دعم الآخرين. Whenever they need help. كلما احتاجوا هم اللي احتاجوا للمساعدة. طيب احنا قلنا هنحذف ايه يا جماعه؟ هنحذف رقم ب. طيب بص رقم ج كده، نحتاج الى مساعده الاخرين لنا. عندما نواجه مشكله لهذا السبب يجب علينا دعم الاخرين كلما احتاجوا الى المساعده. يبقى هي ج. طبعا عباره من السرعة برضو، كان نشوف رقم الف كده. قد تحتاج الى مساعده الاخرين لنا، ولا قد نحتاج إلى مساعدة الآخرين عندما نواجه مشكلة. لسه بيجب علينا دعم الآخرين كلما احتاجنا المساعدة، ولا لهذا السبب يجب علينا دعم الآخرين كلما احتاجوا للمساعدة. We may need others. خد بالك إن كلمة إيه قد، مش هينفع إن نحتاج إلى المساعدة. يبقى قد نحتاج، يبقى بيه وجيم مش هناخدها خالص يا جماعة. يبقى الحل بين ألف ودال. نرجع تاني، معلش أنا بعمل أسلوب طالب عمال تاي مش عارف يفرق في الجملة. قد نحتاج إلى مساعدة الآخرين لنا عندما نواجه مشكلة، لهذا السبب يجب علينا دعم الآخرين كلما احتاجوا
إلا المساعدة. كلما احتاجنا إلى المساعدة ولما اللي احتاجه مش احنا اللي احتاجنا. إذا الحل رقم د بانت خالص يا جماعة، طبعا في جمل بتبقى قريبة جدا من بعضها، ما نتسرعش في الحل، نركز برضو مرة واتنين ونفحر ايه الفرق بين ألف وب وويم ودا. الجملة الرابعة يا جماعة، Egypt has always been one of the leading countries in the world. It's our great homeland and we are really proud of it. Egypt has always been one of the leading countries. هي مش قد تكون مصر، قد كانت مصر دائما، عشان في always يبقى عندك ألف وعندك ب وعندك دال، فرق كده لقد كانت مصر دائما واحدة من الدول النادرة ولا الرائدة. بالك من كلمة leading، يا سنة أولى ويا سنة تانية وسنة تالتة، جاي من ليد يقود أو للقيادة أو السبق يعني بالدول الرائدة. إذا طبعا يا جماعة نحذف رقم جيم ونحذف رقم ألف بالحل بين ب ودال، فرق كده لقد كانت، بص ب ودال كده، لقد كانت مصر دائما واحدة من الدول الرائدة في العالم، فهي أرض بيئتنا العظيم ونحن فخورون بها حقا، فهي وطننا العظيم ونحن فخورون بها حقا. إذا الحل رقم ب، لقد كانت مصر دائما واحدة من الدول الرائدة في العالم، فهي وطننا العظيم ونحن فخورون بها حقا. برضه بسرعة يا جماعة كده، leading countries، دول رائدة قيادية، جديد طبعا هوم لاند، وطن عظيم وبراود وفخور به. رقم خمسة يا جماعة، loving homeland and sacrificing for it is a national duty. To be a good citizen, carry out your duties before asking for your rights. أول جملة بلك loving homeland and sacrificing for it، يعني حب الوطن والتضحية به من أجله، يعني سوري والتضحية من أجله، يبقى إن حب الوطن ما حب الوطن تضحية وتضحية من أجلي ولا من أجله؟ أجله هو، يبقى ده نحسب ده الخالص بانت هي. طيب is a national duty، واجب وطني، واجب وطني واجب دولي، بانت خالص اهي، يبقى الحل من ألف وب. to be a good citizen، لكي تكون، ولكي تكون مواطنا صالحا، احمل بواجباتك قبل المطالبة بحقوق. مش ترجمة حرفية، ما يكلم انا يحمل يا مستر، انا كاري اوت يعني قوم نفذ. اذا الحل الصح رقم ب، ان حب الوطن والتضحية من اجله واجب وطني، ولكي تكون مواطنا صالحا قوم بواجباتك قبل المطالبة بحقوقك. loving homeland sacrificing التضحية national duty واجب وطني، good citizen مواطن جيد، carry out do perform conduct ادي نفذ اعمل اللي عليك، اللي هي طبعا duties اللي هي الواجبات، طبعا ask for your rights قبل مطالبة بحقوقك. يعني school is the place where we learn do activities and make new friends. It plays an important role in our lives. طبعا إن المدرسة هي المكان الذي نتعلم فيه ونقوم بالأنشطة ونكون صداقات جديدة. هي الاختيار يا مستر، اختيار بقى and make friends. It plays an important role in our lives، فيتلعب دورا مهما في حياتنا. ايه الاختلاف يا جماعة؟ هل معقولة معاصم ما خدش بالي ونزل كل الاختيارات صح؟ دور معايا كده، إن المدرسة هي المكان الذي نتعلم فينا. صح، في عندك جملة اسمها نعلم فيه، بتتشال نتعلم فيه ونقوم بالأنشطة ونكون صداقات جديدة. فهي تلعب قاعدة، لا مش قاعدة، ده important role يعني دور. إذا ألف وبه يتشالوا من حل من جيم ودال، فرق كده، إن المدرسة هي المكان الذي نتعلم فيه ونقوم بالأنشطة ونكون صداقات جديدة. فقد لا، فهي ما فيش هنا احتمالية، فيها تلعب دور مهم في حياتنا. إذا الحل الصح دال activities أنشطة يا جماعة، رول دور important طبعا مهم أو هام. There is no doubt that bullying is a bad social phenomenon. It makes people feel scared and may lead to committing crimes. مما لا شك في أن، أو لا شك أن، كلها التنمر البلطجة ظاهرة اجتماعية سيئة. طب it makes people feel scared، يجعل الناس والتنمر دي ايه؟ الظاهرة، يجعل ولا تجعل؟ مش تصنع، مش ترجمة حرفية، هي تجعل، بالحل من ألف ودال، فرق كده، تجعل الناس يشعرون بالخوف وقد تؤدي إلى التعليق على الجرائم ولا ارتكاب الجرائم يا جماعة. إذن الحل الألف صح،
لا شك أن التنمر ظاهرة اجتماعية سيئة تجعل الناس يشعرون بالخوف قد تؤدي إلى ارتكاب مية عشان كلمة مية إلى ارتكاب جرائم. أنا بيتاني يا جماعة أنا معلمتش طبعا بالقلم أو بالهايلايت أو بأي وسيلة أخرى، طبعا دي هدف، في طبعا ميزة في هذا الكلام إن أنت تراجع تاني الأسئلة وتفهم اللي أنا قلته إزاي تترجم وتحاول تترجم أنت تاني، يبقى أنت كده تفرح اللي أنت عرفت تحل أسلوب الترجمة النظام الجديد اللي هو التشويس. طبعا داوي أو شك بولينج تنمر بلطجة فينومينان ظاهرة سوشيال اجتماعية طبعا سكيرد خائف كوميت أو كوميتنج كرايمز ارتكب جريمة طبعا وليد تو يؤدي إلى ولكن ليد تو بجرايم جي دي جامعة عندنا يا جماعة في الوحدة الأخيرة في منهج أولى ثانوي. To work in a team you need to be sociable and cooperative. In a team each member plays a role to achieve the whole task. لكي تعمل في فريق you need to be sociable يجب أن تكون اجتماعيا ومتعاونا أهو. لكي لا ولا لكي إذا ألف تشال عارفين طبعا طول مصدر يا جماعة معناها من أجل لغرض عشان لكي مش لكي لا. طيب لكي تعمل ضمن فريق تتزع بعض يجب أن تكون جامعيا ولا اجتماعيا إذا دلت تشال يا مستر يبقى ألف ودال شطار. أنا سامع حد بيحل معايا هو بيسبقني في الحل ويطبق نفس الطريقة اللي قلناها فوق. ربنا معاكم وتضرب على هذا السؤال سؤال جميل جدا يا جماعة يعني هو سلاح ذو حدين بس إن شاء الله مع التعود والتدريب الكتير براكتس ميكس بيرفكت كثرة الممارسة تؤدي الإتقان وحاول تعرف طبعا فنيات الترجمة إزاي أترجم كل الكلام ده عندك طبعا في البلاي ليست في قائمة التشغيل طبعا جزء خاص كبير جدا لطلاب ثالثة ثانوي عام لأن هم الأساس طبعا يا جماعة الحصيلة الأخيرة طبعا بتبان في ثالثة ثانوي عام كل ده تراكمي. تعرف طبعا عندك فنية الترجمة وقواعد الترجمة إزاي أترجم من العربي للإنجليزي من الإنجليزي للعربي. يا رب طبعا دايما تكونوا طبعا مشاركينا بالآراء والتعليقات والشير واللايك والدعم طبعا عشان نرفع وننزل فيديوهات كتيرة جدا. نرجع للجملة عندي ألف هنحذفها هي وإيه يا أولاد وهي وإيه وطبعا دال الحل بين بي وجيم يجب أن تكون اجتماعيا اجتماعيا ومتعاونا كي تعمل ضمن فريق فكل عضو في الفريق يلعب دورا لتحقيق كل المهام ولا يلعب دورا لتحقيق المهمة بأكملها. في كلمة زهول كل أو بالكامل إذا الحل رقم جيم أهو سوشيابل اجتماعي كوبريتيف أو كوبريتيف متعاون ممبر عضو أو فرد رول دور أتشيف يحقق ينجز the whole task المهمة بأكملها. بقولت أنا طبعا الكتاب زي ما المعاصر كاتب لأولى سنة بس أنا شايف والله أن طلاب تانية سنة وبرضو لا يختلفوا شيئا عن هذه الجمل لأن زي ما قلت قبل كده السكيلز ترانسليشن والكومبريهنشن أو الباسج أو الإسيا يا جماعة كلتها أولى تانية تالتة there is no difference لا يوجد اختلاف أو فرق. الجملة اللي بعد كده يا جماعة I think دكتور مجدي يعقوب is the best role model أو model for young generations he has always worked hard for the good of patients. I think أنا أعتقد الدكتور مجدي يعقوب هو نموذج ولا أفضل نموذج عشان كلمة best يا مستر مش نموذج بس أفضل نموذج يحتذى به. شوف الأخير أقول لك إيه أفضل دور نموذجي الأجيال أحذف ده أحذف ده طبعا وألف قال لك هو نموذج يحتذى به الأجيال ما قالش أفضل بل حل بين بيه وجيه بنفرق كده هو أفضل نموذج يحتذى به الأجيال الشاب فلقد عمل دائما بجد من أجل خير المرضى مش المرضى الجيدين كلمة جودة مش معناها جيد أجل خير لأن كلمة زجود يا جماعة أقول لك فور زجود يعني لصالح من أجل خير علشان المرضى ماشي يا جماعة. الجملة رقم 10 our parents are over the moon مصطلح من الفرحة فرحانين شوف كده بإيه سبحان الله الترجمة الليتر الحرفية وكاتب فوق القمر طبعا يترجم حرفي مش عندوش فن الترجمة يكون آباؤنا فوق القمر ملاش معنى طبعا هي يشعر آباؤنا بسعادة كبيرة عندما when we succeed or do well عندما ننجح أو نكون بعمل جيد عندما ننجح أو نكون بعمل جيد عندما ننجح أو نكون بصحة جيدة لا do well يعني يؤدي بشكل جيد إذا نحذف ألف ودي بالحل بين ب وجيم كمل كده زي sacrifice قلناها فوق يضحوا everything to make sure we are healthy happy and successful يبقى ب وجيم يا جماعة فهم يضحون بكل شيء ليضمنوا أننا بصحة جيدة وسعداء وناجحون صح في رقم جيم ما قالش سعداء يبقى الحل به It is extremely necessary to conserve our planet pollution or pollution which leads to climate change affects the earth badly من الضروري للغاية من
ضروري الحفاظ من الضروري للغاية الحفاظ. إذا نجيبها نشيلها من الضروري للغاية الحفاظ على من الضروري للغاية نتحدث إلى كوكبنا. إذا ب وجيم هيتشال من حالة من ألف ودال. طبعا مش لو التلوث بيؤدي إلى تغير مناخي بيأثر على الأرض بشكل سيء، يبقى من الضروري جدا نحافظ على كوكبنا. يا ترى بقى ألف إيه؟ ألف و التلوث الذي يؤدي الى تغير مناخ يؤثر بشكل سيء على الارض. لو قلنا نسيب يا جماعه تاني عشان هتوهنا في الجمله دي حالا، من الضروري للغايه الحفاظ على كوكبنا، من الضروري الحفاظ على كوكبنا دي ما نشيلها، يبقى بيها وجمال الشال فرق بين الف وده كده. من الضروري للغايه للغايه الحفاظ على هو طبقنا ولا كوكبنا؟ ده بلانيت يا مستر معناها كوكب. اذا نحل بقى رقم د، من الضروري للغايه الحفاظ على كوكبنا فالتلوث الذي يؤدي الى تغير مناخ يؤثر بشكل سيء على الارض. كاتين داون رين فورستس destroys the natural or natural environment of thousands of animals. In addition, the trees we cut give us oxygen. قطع الغابات، إن قطع الغابات، إن تقليل، لا هي إن قطع الغابات، إذا بيئة الشال، قطع الغابات المطيرة، المطيرة يدمر، يدمر البيئة، البيئة الطبيعية، الطبيعية، لآلاف لآلاف الحيوانات، الحيوانات. طب إن أديشن يا مستر بالإضافة إلى، إضافة إلى ذلك، إضافة إلى ذلك، إن الأشجار التي نقطعها، ان الاشجار التي قطعناها ذا تريز وي كات التي قطعناها طبعا جيف اس اكسجين، زودنا من الاكسجين. طب احنا قلنا نشيل ايه يا جماعه؟ قلنا نشيل هي مش برغم ذلك، هي بالاضافه الى ذلك، يبقى نشيل جيم، يبقى الف و طب بص تاني يا جماعه كده، ان قطع الغابات المطيره يدمر البيئه الطبيعيه، لا في حاجه تدمر الطبيعه في الحيوانات، دمر الطبيعه في الحيوانات. طيب ماشي، بالاضافه الى ذلك فان الاشجار التي نقطعها التي قطعناها تمتص الاكسجين، تمتص الاكسجين بدل الشال، وقيمه الشال من حال من الف وب من الفرق كده. طب ايه تقليل يا مستر؟ اذا هي قطع بالاولى بقى صح، ان قطع الغابات المطيره يدمر البيئه الطبيعيه لالاف الحيوانات، بالاضافه الى ذلك فان الاشجار التي نقطعها زودنا بالاكسجين. ماشي يا جماعه، ليه ما قلناش رقم ج؟ يعني بيقول لك بالرغم من ذلك، يعني ليش من اضافه الى ذلك؟ طب ليه ما قلناش د؟ ان التي قطعناها تمتص الاكسجين، والله تمشي بس الجمله كده تاني، قطع الغابات بيدمر البيئه الطبيعيه لالاف الحيوانات، اضافه الى ذلك الاشجار ويقاد جيف اس مش بتعطينا، لا هي مش بتمتص الاكسجين، يعني ايه؟ بيمتص ثاني الكربون، سوري بيمتص ثاني اكسيد الكربون. It has become a must، يعني ده معناه ضرورة، to employ modern technology in education. Technology can make education easier, more enjoyable and more effective. لقد أصبح من الضروري، ماشي. عدم استخدام ولا استخدام؟ لا استخدام، يبقى نشيل كلمة جيم. نرجع إيه الحديثة، في رقم ألف ما قالش الحديثة يا مستر عشان في مودرن فوق، يبقى ألف وجيم هيتشال ونفرق بقى بين ب ودال. قد اصبح من الضروري استخدام استخدام التكنولوجيا الحديثه في التعليم، فرق بقى كده معايا. فالتكنولوجيا يمكنها، هي اين كان مش لا يمكنها، اذا دال صح، يبقى لقد اصبح من الضروري استخدام التكنولوجيا الحديثه في التعليم، فالتكنولوجيا يمكنها ان تجعل التعليم اسهل واكثر امتاعا وفاعليه. الجمله 14 يا جماعه، ان جنرال اي لاف اند ريسبكت، يحترم ويحب elderly people الناس الكبار. They have a lot of experience، خبرة بقى، which makes them wise، يبقى بشكل عام في العالم، لا كقائد انا احب واحترم، في القائد دي ده جنرال، يبقى الف يبقى به وجيم تتشال، فرق بين الف وبيه ودال كده يا جماعه، بشكل عام انا احب واحترم كبار السن فلديهم الكثير من الخبره التي تجعلهم حكام ولا حكماء، يبقى وايز، يبقى الف صح. ماشي يا جماعه بقى، thanks to modern technology in the field of communication or communication we can communicate with others all over the world. اعتقد ان التكنولوجيا الحديثه في مجال الاتصالات، لا جيم شيل جيم خالص، بفضل التكنولوجيا الحديثه في مجال الاتصالات، شكرا هي مش شكرا، يبقى الالف ودال، بفضل التكنولوجيا الحديثه ماشي في مجال الاتصالات يمكننا التواصل مع الاخرين في جميع انحاء العالم. قال لا، ايه الفرق بين الف ودال يا مستر؟ بفضل يفضل، شوف حرف ما خدتش بالي يا ولاد، كطالب بتسرع حروف النقط، إذا الحل الصح ده لأن ثانكس تو بسبب بفضل، يبقى بفضل التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصالات يمكننا التواصل مع الآخرين في جميع أنحاء العالم. Teachers are well trained to help and support students. They apply different strategies
to make learning meaningful and enjoyable. إن المعلمون مدربون جيدا مدربون جيدون لمساعدة الطلاب ودعمهم، فهم يطبقون استراتيجيات مختلفة لجعل التعليم ولا التعلم learning اللي هو التعلم يا مستر، إذا ألف هنشيلها طب الفرق بين ب وجيم ودال، فهم يطبقون كاتبين فهم ايه يطيقون لا يطبقون بالحل بين ب جيم ودال. إن المعلمون مدربون جيدون والترين لا مدربون جيدا لمساعدة الطلاب ودعمهم، فهم يطبقون استراتيجيات مختلفة لجعل التعلم هادفا وممتعا. يبقى إن المعلمون مدربون جيدا لمساعدة الطلاب، إذا نحل جيم لأن ويل الترين يعني مدرب بشكل جيد مش مدربون جيدون. ماشي يا جماعة ما بوصلش الموضوعين ده، هو بندرب بشكل جيد ماشي يا جماعة بالحل جيم. Unfortunately reading is no longer a common hobby among young people. It was deeply affected by the introduction of social media. لسوء الحظ للأسف ماشي القراءة لم تعد، إذن لم تعد القراءة أفضل بالحل بين جيم ب وجيم لأن ألف ودال بقيتها خالص. إنه لونجر لم تعد، لم تعد القراءة هواية شائعة بين الشباب، ما قالش بين الناس صغار. درجات تأثرت بشدة It was deeply affected باختراع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا هي مش أثرت بشدة، تأثرت لأنها باسف يا جماعة was affected بالحل به. للأسف لم تعد القراءة هواية شائعة بين الشباب فقد تأثرت بشدة باختراع وسائل التواصل الاجتماعي. الجملة 18 يا جماعة التوريزم is no doubt السياحة بلا شك، مش بكل شك بلا شك احذف دال a very important economic and cultural activity السياحة بلا شك نشاط اقتصادي وثقافي مهم للغاية ماشي، فهي مصدر مهم للعملة الصعبة، فهي مصدر مهم للتيار الصعب بين السياحة مؤنث طبعا بقول مش انه يبقى فهي ان الحل جيم السياحة بلا شك نشاط اقتصادي وثقافي ها مهم للغاية فهي مصدر مهم للعملة الصعبة اذا الحل جيم. نشوف بسرعة كده يا جماعة النوع التاني بلو ترانسليت فروم انجلش انتو ارابيك ده لسه التكملة معلش سوري يا جماعة التكملة. Doing a sport is something we can do without إن ممارسة الرياضة شيء لا يمكننا الاستغناء، مش يمكننا الاستغناء عشان كانت يا جماعة لا يمكننا، إذا نحذف جيم القيام به ولا الاستغناء عن do without يعني استغنى عن، يبقى لا يمكننا الاستغناء كده اتحلت، يبقى الحل بين ب ودال فرق كده شيء وشيء لا يمكننا الاستغناء عنه فهي تخفف التوتر وتساعدنا في الحفاظ على سناتنا ولا لياقتنا. It relieves the stress and helps us keep fit and healthy. التوتر تحافظ على اللياقة والصحة بأن مثلا هذا الشيء اللي يمكننا استغنائه فهي تخفف التوتر وتساعدنا على الحفاظ على لياقتنا وصحتنا بالحل رقم ب. Egypt welcomed the world leaders of the Union أو UN United Nations يعني Climate Conference in شرم الشيخ. This conference discussed how to put an end to climate change. رحبت مصر بالعالم البارز ولا بقادة العالم؟ بقادة العالم احذف جيم في مؤتمر بشرم الشيخ ولا في مؤتمر الأمم المتحدة؟ الحل من ألف ودال رحبت مصر بقادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ. وضع هذا المؤتمر حد التطور المناخي، ناقش هذا المؤتمر كيفية وضع حد. طب بص فوق كده ناقش discussed يبقى الحل ألف أقرب بسرعة تاني عشان جملة حلوة تنفع تلت سنة برضو يا جماعة. ترجمة current event أحداث جارية. Egypt welcomes world leaders at the UN climate conference in شرم الشيخ. This conference discussed how to put an end to climate change بالحل رحبت مصر بقادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ شرم الشيخ، ناقش هذا المؤتمر كيفية وضع حد للتغير المناخي. طبعا الجزء الثاني بقى translate from Arabic into English. لابد أن يكون لك هدف عظيم في الحياة ولابد أن تخطط جيدا وتعمل جيدا من أجل تحقيق هذا الهدف. لابد you must لك هدف have a great goal جميل in life جزء الأول مش مشكلة، ولابد أن تخطط you must also plan الله will جيدا يعني بشكل جيد يا مستر هي بالإي احذف طبعا رقم دي. طيب وتعمل جيدا and work well برضو لكي او من اجل in order
هكذا ده achieve these goals. طبعا مش fail، يبقى سي ودي هنشيلها، يبقى الحل يبقى الف وب او ايه وبي. ايه الفرق؟ you must have a great goal in life. you must also plan. الله كاتب في الاولى بلان، هي بلان يا مستر، بالحل رقم بي. نقرا بسرعه تاني. you must have a great goal in life. you must also plan well and work well in order to achieve this goal. الجمله الثانيه، هل تريد ان تكون ناجحا في حياتك الشخصيه والعمليه؟ فعليك اذا ان تضع خطه واضحه لكي تعمل لكل عمل تريد ان تقوم به. هل تريد do you want to be successful in your personal، مش special، هل شخصيا، هل ايه البيرسونال احذف بي، والعمليه بقى and professional life. طيب عليك اذا ان تضع خطه. So you have to do a clear plan ولا make. انا عارف ان make مع plan يا جماعة collocation verb plus noun. انا نحذف ايه؟ be. وهنحذف ايه كمان؟ قلنا هنحذف برضو a. يبقى a و b هيتشال، فده بنسيه دي كده. You want to be successful in your personal and professional life. So you have to make كلين ولا كلير؟ واضحة يا مستر، مش كلين، يبقى كلير بالحل دي. أرى تاني. Do you want to be successful in your personal and professional life? So you have to make a clear plan for every action you want to do. يجب علينا جميعا أن نحافظ على أنفسنا بصحة جيدة، والصحة الجيدة تتطلب الحصول على طعام صحي ونوم كافي وممارسة رياضة بانتظام. على فكرة الجمل دي مشهورة جدا برضو، لها علاقة بمنهج تانية سنة والوحدة الأولى والتانية برضو، الحاجات دي الصحة والكلام. يجب علينا، يبقى we must all، جميل، keep ourselves healthy. keep ourselves healthy ولا healthy؟ طب نبص كده مع بعض. good health، الصحة الجيدة. good health هي مش inquires، هي requires، بالحل بين A و B و C. inquires رقم دي يا جماعة يستفسر، يسأل يعني، إنما requires تتطلب. getting healthy food ماشي، ونوم كافي، كوما هي، getting enough sleep and exercising regularly. إيه الفرق بين A و B و C؟ طيب بص كده، نرجع تاني بسرعة. requires getting healthy food. طيب ماشي، getting enough sleep and exercising regularly. أمال إيه الاختلاف يا جماعة؟ طب بص ال B و C كده. we must all keep ourselves ما ينفعش B، هي healthy، لإما healthy بالحل بين A و C. طب نفرق بين A و C كده تاني بسرعة، أسلوب طالب بيروق براحن خالص، لأن في تشابهات جامدة. we must all keep ourselves healthy مش healthy، يبقى الحل C. we must all keep ourselves healthy. good health requires getting healthy food and getting enough sleep and exercising regularly. اللي بعدها، لعلك تعلم ان المال وحده يمينه، لعلك ان في ممكن يعني اذا بها تشال، ان المال وحده يمكن ان يجعل الانسان سعيدا. يبقى you may know that money ماشي. alone cannot make a person happy، هي مش happy لي. يبقى بي وسي تشالت يا سنة اولى ويا سنة تانية ويا سنة تالتة، اللي بتضرب على سؤال الترجمة. يبقى الحل بين A و D، فرق. you may know that money alone cannot make a person happy. طيب فكل من السعادة والصحة مثلا لا يمكن شراؤها بالمال. for example both happiness، بص كل من يعني كلا، كل من السعادة والصحة اتنين، يبقى هي both وليس all. اذا الحل ايه؟ you may know that money alone cannot make a person happy. for example both happiness and health cannot be bought with money. اللي بعد كده، تلعب التكنولوجيا الحديثة الان دورا كبيرا في مجال التعليم،
مودرن تكنولوجي، مودرن تكنولوجي، ناو ناو، بلايز بلايز، ابيج رول رول، رول بالاو مش باليو، لان باليو معناها قاعده حكم قانون، اما بالاو دور بتساوي بارت، يبقى نحذف رقم سي. ان ذا فيلد، ان ذا فيلد اوف، انا طبعا رقم بي سوري، ان ذا فيلد اوف اديوكيشن، الحل بين ايه و وسي ودي. طب نكمل كده. فطلاب المرحله الثانيه مثلا يمكنهم استذكار دروسهم واداء الامتحانات على الكمبيوتر اللوحي الخاص بهم. سكندري سكول، سكندري سكول، سكندري سكول، ستودنت، ستودنتس، ايوه. فور اكزامبل، فور اكزامبل، كان، كان ستادي زير ليسنز، زير ليس، مكتب لي زير تي اتش اي ار اي، انا عاوز صفه ملكيه يا جماعه، زير ليسنز، يبقى هطول شيلنا رقم بي وشيلنا رقم سي. طب اذا الفرق بين ايه ودي، ايه الاختلاف؟ كان ستادي، كان ستادي، زير ليسنز، اند اند تيكس اكزامز اون زير تابلتس، ايه الاختلاف؟ هنقرا تاني اكيد في حاجه. مودرن تكنولوجي ناو، الجرامر يا جماعه، البريزنت سيمبل الفاعل المفرد، ما ينفعش اقول بلاي، بالحل رقم ايه عشان مفرد بلايز، يبقى قلنا مودرن تكنولوجي ناو بلايز ا بيج رول ان ذا فيلد اوف اديوكيشن، سكندري سكول ستودنتس فور اكزامبل كان ستادي their lessons and take exams on their tablets. لقد جعلت التكنولوجيا الرقمية العالم قرية كونية صغيرة في الإنترنت فقط يجعلك تعرف ما يحدث في أي مكان في العالم. طبعا معلش الكام جملة اللي جايين دول بحاول ألقط الإجابة على طول، وأنت بقى أنا عاوزك تقعد تدور، ويا ريت تقول لي في التعليقات حلتها إزاي، وتقول لي اخترت بي، ليه اخترت سي، ليه اخترت دي. طب لو عندك اتنين عرفت الفرق بينهم إزاي، تكتب الحاجات دي، حس بمتعة في المذاكرة إن شاء الله. أنا هفكر بيها، مش هتكلم اهوت. بص الاي وسي كده يا جماعه، الحل بين اي وسي، ديجيتال تكنولوجي هاز ميد ذا وورلد ا سمول جلوبال فيليج اونلي ذا انترنت ليتس يو تو نو، طبعا ليتس هو المصدر على طول بقى يا جماعه. اذا الحل رقم سي، ديجيتال تكنولوجي هاز ميد ذا وورلد ا سمول جلوبال فيليج اونلي ذا انترنت ليتس يو نو واتس هابينج اني وير ان ذا وورلد. طبعا محمد صلاح مثال نموذجيا، او مثال نموذجيا تزابيه لمعظم الشباب. ماشي محمد صلاح از كونسيدرد رول دين، لا رول موديل فور موست يانج بيبل ناو دايز، هي از سكسسفول يانج مان ان هيز ورك اند هيز فيمس اول اوفر ذا ساينتست اول اوفر ذا ويرلد. يبقى اذا بي وسي هتتشال، باينه خالص اهو. ماشي الحل بين اي ودي. محمد صلاح برضو از كونسيدرد، از كونسيدرد رول موديل، رول موديل فور موست يانج بيبول ناو دايز، هي از ا سكسسفول يانج مان ان هيز ورك اند هي از فيموس او فيموس اوفر ذا، بالحل رقم دي. محمد صلاح از كونسيدرد رول موديل for most young people nowadays. He is a successful young man in his work and he is famous all over the world. لا يمكن للطالب قضاء كل وقته في مذاكرة دروسه فقط، فلا بد أن يكون هناك وقت للاسترخاء وممارسة الهوايات المفيدة. A student cannot spend all their time all of their time studying. طيب a student cannot spend all their time studying their lessons alone، فلابد ان يكون هناك وقت للاسترخاء ومارسة الهوايات المفيدة. طب انا هرجو، انا اتمنى، انا ممكن كام جملة كده يا جماعة احاول اسيبها لك كده، انا عاوز تفكر فيها كده، عاوزك والله تمارس المذاكرة، مش ما تبقاش انت قاعد مستمتع بالحل وخلاص ومش فاهم اي حاجة. اتدرب في 8 كده، ارتب اعترف التعليق واقول لك الاجابة الصح ايه كده.
طيب من هنا بس صفحة بحل جملة واسيب لك جملة. ها. تلعب الأم كما نعلم جميعا الدور الأكثر أهمية في حياة كل إنسان. طبعا حل رقم سي، تلعب الأم كما نعلم جميعا الدور الأكثر أهمية في حياة كل إنسان، فلا أحد يستطيع أن يستغنى عن أمه أو ينساه. يبقى the mother as we all know plays the most important role in the life of every human being. No one can do without their mother or forget her. أسئلة بين الأسرة الناجحة هي أساس المجتمع الناجح. الأسرة تعلمنا كيف نكون أعضاء صالحين ومفيدين في مجتمعاتنا. أتمنى تحل الجملة وتحاول تبعت لي الإجابة. هقرا معاك بسرعة كده أهو. A successful family is the source of a successful society. A successful family is the foundation of a successful society. برضه اللي بعدها زيه. A successful family is the foundation. طب الجزء الثاني. The family teaches us how to be good. The family teaches us how to be good. The family teaches us how to be good. نفس اللي بعده. The family teaches us how to be a good. شوف بقى ان يوسفول ميمبرز اوف اور سايتيز ان يوسفول ميمبرز ان اور سايتيز وهكذا بقى. فكر انت بالحاجات دي يلا كده. 11 ان مصر دوله عظيمه ذات تاريخ عريق على مر العصور، فهي التي فمصر اللي هي التي علمت العالم باسر الزراعه والطب وغيرها من العلوم. ايجيبت از ا جريت كانتري with a long history over ages with a long date. لا with a long history over ages with a long الله عليك a long متصلة ومنفصلة a long منفصلة يا مستر. احذف A واحذف B ولا واحذف قصدي C لان يقول لك date وتاريخ يقصد بالتاريخ اللي هو الهيستوري. طيب بص البي كده فكر فيها وطبعا احذف سي بالحل بين بي ودي. ايجيبت از ا جريت كانتري ويز ا لونج هيستوري ويز ا لونج هيستوري اوفر ايجز. ات از ايجيبت ذات توت مش ليرنت هي اللي علمت مش تعلمت. الحل دي ايجيبت از ا جريت كانتري ويز ا لونج هيستوري اوفر ايجز. ات از ايجيبت ذات توت ذا هول ويرلد ذا بيسكس اوف اجريكولتشر ميديسين اند اذر ساينسز. بيسكس يعني اساسيات او اسس.